عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جايب لكم تطبيق لذيذ جدا هنقدر من خلاله نحن نتفرج على أماكن 3D. التطبيق ده هتلاقي فيه مساجد، هتلاقي فيه قصور، متاحف، أبراج، أماكن طبيعية، حدائق. نستعرض بسرعة التطبيق. لو ضغطنا مثلا على المسجد هنلاقي المسجد النبوي، المسجد الحرام. لو دخلنا مثلا بسرعة على المسجد النبوي هنلاقي أماكن كتيرة وعديدة. لو ضغطنا مثلا على رقم 1 ده زي ما انت شايفين كده دخلنا على مكان جميل جدا صراحة، منظر رائع. لو لفينا كده هنقعد نلف من خلاله، ممكن نحنا نشوف كمان السقف بتاع المسجد النبوي. حاجة جميلة جميلة جميلة. لو رحنا مثلا من احد المباني المطلة على المسجد النبوي من فوق لفينا المنظر كده كأننا واقفين من اعلى المكان. والدوائر دي عبارة عن ان احنا لو ضغطنا عليها دايرة زي دي كده هتنقلنا نشوف المكان من اعلى بالمنظر دوت. نلف نلف ونشوف، حاجة جميلة صراحة. نرجع تاني، لو روحنا مثلا عند الأبراج وشوفنا مثلا برج إيفل، حديقة واحد. احنا دلوقتي هنشوف كأننا واقفين بالظبط قدام برج إيفل. لو لفينا كده المنظر شايفين الحديقة. ولو ضغطنا طبعا على الدوائر اللي فوق دي هتنقلنا للمنظر من أعلى، نشوفه بالمنظر ده. حاجة جميلة، هو بصراحة تطبيق رائع هتتمتع بيه وانت بتتفرج عليه. فأنا إن شاء الله كده هسيبكم تستعرضوا التطبيق دوت وتشوفوا الأماكن دي، وبإذن الله أنا هسيب لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.